إذا منذ قليل تابعنا مؤتمرا صحفيا لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي ونظيره الأردني بشر الخصاونة، وينضم إلينا من مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة مراسل النيل أحمد أبو الحسن. أحمد أهلا بك، ويعني هل يمكن أن تجمل لنا أهم النقاط التي ذكرت في المؤتمر الصحفي؟ يعني بالفعل انتهى منذ قليل المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يعني كان هناك حديث للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ونظيره الأردني الدكتور بشر الخصاونة. الحديث يعني تناول العديد من النقاط الهامة، ويأتي على رأسها الاهتمام المشترك بين القيادة السياسية في البلدين للتعاون في يعني الوصول إلى حل، وحل سريع لا يترتب عليه وقف إطلاق النار في قطاع غزة. هذه القضية التي تشغل بال العديد من الدول المختلفة العربية المختلفة، ولكن جاء هذا الحديث اليوم يعني حول هذه النقطة الهامة بضرورة تقديم حلول للوصول إلى حلول يعني يترتب عليها وقف إطلاق النار في أشقائنا في غزة، بالإضافة أيضا إلى العديد من النقاط الهامة الأخرى التي تعمل على دعم و توطيد العلاقات الاقتصادية والثنائية بين البلدين، سواء هذه العلاقات اقتصادية أو علاقات سياسية وغيرها. هناك أيضا تمت الإشارة إلى أنه تم توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين في المجالات المختلفة، منها في على سبيل المثال في قطاع الاتصالات والتحول الرقمي، وأيضا في مجال الإعلام، وهذا أمر أشاد به الدكتور بشر الخصاونة رئيس وزراء الأردن بضرورة أن يكون هناك تعاون كبير وقوي بشكل أكبر بين مصر وشقيقتها الأردن في هذا المجال، بالإضافة أيضا لمجالات الكهرباء وغيرها من المجالات الأخرى التي تتم بالفعل يعني بين البلدين. هناك أيضا تأكيد على أن الاتفاقيات التي تمت بين البلدين خلال الدورات المشتركة العليا بين مصر والأردن يعني بالفعل لاقت نجاحا كبيرا، وهناك أيضا تأكيد من الجانبان على ان هناك على ان هناك نيه للاستمرار في دعم ومواصله هذا النجاح الذي تحقق في العديد من المجالات المختلفه، منها مجالات سابقه تمت التعاون فيها مثل مجال التعليم والزراعه والكهرباء وغيرها والمجالات التكنولوجيه. هناك ايضا كانت هناك اشاره من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بان العماله المصرية في المملكة الأردنية الهاشمية تلاقي هناك أيضا تعامل على أعلى مستوى، وأيضا هناك تأكيد من الجانب الأردني على هذا الأمر بشكل خاص. هناك أيضا تأكيد وأيضا تأكيد أيضا على ضرورة الاستمرار في التعاون الاقتصادي وبين البلدين. هذه الدورة العليا المشتركة بين مصر والأردن في تم انعقادها اليوم في دورتها 32، هذه الدورة أو هذه اللجنة تحديدا تعد من أهم وأعرق وأقدم اللجان المشتركة المصرية مع دولة أخرى، حيث أن هناك العديد من الدورات التي عقدت على مدار أو تعد هي أقدم دورة عليا مشتركة بين البلدين بين مصر ودول أي دولة عربية أخرى. هذا التأكيد يؤكد على أو ينعكس على عمق الروابط الاقتصادية بين مصر والأردن. هناك أيضا تأكيد على ضرورة الاستمرار في دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، وهناك ترحيب أيضا من الجانب الأردني أيضا لأي استثمارات في المجالات المختلفة بين مصر والأردن في المجالات العديدة المختلفة. نؤكد أيضا ونعود إلى النقطة الخاصة بالتحول الرقمي، وهناك إشادة من الجانب الأردني بأن مصر بأن الأردن تشيد تماما بالنجاحات الاقتصادية التي حققتها مصر في العديد من المجالات خلال الفترة الحالية والفترة السابقة. أيضا هناك تأكيد وإشادة أيضا بأن هذه النجاحات وهذا الإصلاح الاقتصادي الذي تم في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأيضا يتم تنفيذه من قبل الحكومة المصرية، يلاقي أيضا إشادة كبيرة من قبل
قبل المؤسسات المختلفة الدولية، وهناك إشادة أيضا بهذه النجاحات. هناك أيضا نية وعزيمة قوية من الجانب الأردني بضرورة أن يكون هناك زيادة في الاستثمارات والتبادل يعني في المجالات المختلفة بشكل أكثر من الموجود حاليا رغم النجاحات التي يعني تم تحقيقها بالفعل. هناك أيضا على جانب آخر كان هناك أيضا لجان يعني ثنائية جمعت بين الوزراء المعنيين يعني كل وزير ونظيره من الدولة الشقيقة لبحث سبل الاستثمار المشترك المستقبلي خلال الفترة القادمة لتقديمه أيضا في اللجان المشتركة العليا القادمة إن شاء الله. يعني هناك يعني كانت لجان بين مع وزير الاتصالات المصري ونظيره الأردني ووزير الكهرباء أيضا وعدد من السادة الوزراء لبحث ملفات سبل التعاون المشترك بين البلدين، والتي بالفعل أكد الجانبان على أنها نجحت بالفعل خلال الفترة السابقة وسوف تستمر به خلال الفترة القادمة إن شاء الله. نعود ونؤكد أيضا بأن العنصر أو النقطة أو يعني العنصر الهام اليوم وهو يعني الوقوف بجانب غزة لضرورة الوصول إلى حل يعني لهذه القضية الفلسطينية، وهناك أيضا رفض تام لأيضا يعني التهجير القسري من قبل يعني الدول يعني مصر أو الدولة الشقيقة الأردنية الهاشمية، وضرورة والمطالبة بأن يكون هناك ضرورة لحلول أخرى تعمل على وقف إطلاق النار الفوري خلال في هذه الفترة ليعني حماية ويعني حفاظا على أرواح أشقائنا في غزة. هناك أيضا تأكيد على أن هذه الدورة بالفعل لاقت نجاحا كبيرا، وأن هناك أيضا يعني سبل وملفات أخرى سوف يتم أو بالفعل تم بحثها وملفات أخرى سوف يتم بحثها خلال الفترة المقبلة إن شاء الله لزيادة سبل التعاون المشترك بين مصر والأردن في العديد من المجالات المختلفة. نعم، الزميل أحمد أبو الحسن من مقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدينا ما زلنا نغطي أو نبرز أهم النقاط التي وردت في المؤتمر الصحفي بين رئيسي وزراء مصر والأردن، والذي بطبيعة الحال كان محوره الرئيسي غزة والعدوان الإسرائيلي على غزة. وينضم إلينا أيضا الدكتور مأمون العمري الكاتب والمحلل السياسي من عمان. دكتور مأمون، طبعا هذه اللجنة هي لجنة تنعقد دوريا وتهدف إلى تعميق العلاقات المصرية الأردنية، لكن الظرف التاريخي يفرض على مصر والأردن الآن تدخلا رئيسيا، وأن يكون البلدان لاعبا مهما في المعادلة الآن فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على غزة. كيف ترى تطور الأمور بالنسبة لهذا الملف وموقف مصر والأردن في الفترة الأخيرة؟ إلى أي مدى هناك دعم للقضية الفلسطينية يمكن البناء عليها في المرحلة الحساسة القادمة؟ نعم، شكرا لك سيدتي. بطبيعة الحال نحن نتحدث اليوم عن اللجنة المصرية الأردنية العليا المشتركة. هذه اللجنة التي حقيقة اليوم تترجم واقع العلاقات وطبيعة العلاقات الأردنية المصرية سواء على مستوى القيادتين بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين حفظ الله ورعاه، أو على مستوى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا حفظه الله وحفظ مصر الشقيقة الكبرى دائما ومتعها دائما بالرخاء والسخاء والأمن والسلام. نحن نتحدث اليوم حقيقة عن علاقات عربية في إيواجها تكاد تكون الأنموذج في العلاقات الثنائية والعلاقات المتبادلة ما بين دولتين عربيتين شقيقتين بينهما كامل التنسيق وتوافق في المواقف اتجاه مختلف القضايا. عناوين العمل حقيقة إذا ما أردنا أن نتحدث عن العلاقة الأردنية المصرية في هذا الوقت ومنذ سنوات حقيقة نتحدث عن عملية تنسيق، ومن ثم نتحدث عن عمليات شراكة وأيضا عمليات الطموح أو
المشتركات فيما بيننا، لا أريد أن أستخدم مصطلح القواسم المشتركة بقدر ما هي جوامع مشتركة. نحن نتحدث عن تنسيق سواء كان سياسيا اقتصاديا وحتى أمنيا واجتماعيا، نتحدث أيضا عن شراكة في المواقف الدبلوماسية والسياسية، وشراكة أيضا في المشاريع الكبرى والتحالفات الاقتصادية في المنطقة وأيضا في العالم، ونتحدث أيضا عن طموحات مشتركة. هذين الشعبين وهاتين القيادتين يستحقان حقيقة كل التقدير لما يقدمون من جهود في سبيل هذه الترجمة الحقيقية للعلاقات الأردنية المصرية المشتركة. الحديث اليوم حقيقة حديث الساعة منذ 8 أشهر تقريبا، حديث غزة. غزة والشعب الفلسطيني هما في وجدان القيادتين وفي وجدان الشعبين الأردني والمصري. نتحدث حقيقة عن جهود امتدت لأكثر من 7 أشهر، قريب من 8 أشهر فيما يتعلق في الجهود الإغاثية والمساعدات الإنسانية. نتحدث عن التكاملية الأدوار، الأردن ينقل من خلال جسر جوي إلى مطار العريش والأشقاء في مطار العريش، وفي مصر الكنانة ينقلون هذه المساعدات إلى معبر رفح وإلى داخل الحدود الفلسطينية، وأيضا نتحدث بشراكة أخرى في عمليات الإنزال. الطائرات المصرية من خلال سلاح الجو الملكي الأردني تقوم بعمليات إنزال مباشر للمواد والإغاثة والمساعدات على قطاع غزة من خلال هذه الخبرات التي يقدمها سلاح الجو الملكي الأردني لمختلف دول وشعوب وأجهزة العالم الراغبة حقيقة في دعم الأشقاء في غزة. نعم. أيضا نتحدث عن تنسيق وطموح مشترك في إيقاف هذه الحرب، ما يحذر منه الأردن، يحذر منه مصر في تعرض الأشقاء في غزة حقيقة إلى التهجير القسري، وبالتالي لا الأردن يوافق على هذا التهجير ولا يوافق على هذه الحرب، كما هي مصر بقيادتها العزيزة حقيقة ترفض مبدأ التهجير وترفض أيضا مبدأ العقوبات الجماعية والإبادة الجماعية التي تتعرض لها أبناء قطاع غزة، وبالتالي هنالك تنسيق مشترك. اليوم كلا القيادتين كلا البلدين يتحدثون عن حقيقة مخاوف إذا ما استمرت عن جهية إسرائيل اتجاه قطاع غزة واستمرت في هذه الحرب التي لا هوادة بها، واستمروا أيضا في قضية قمع الفلسطينيين هنالك تغييرات من الانفراد بالحل بالنسبة لإسرائيل، ويعني دفن حلم حل الدولتين الذي يطالب به العالم كل العالم. ولذلك تجد اليوم هنالك تنسيق في المواقف، نحمل هذه الرسالة، نحمل هذه الهموم، نحمل هذه التخوفات إلى العالم كل العالم. اليوم جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه عاد من جولة أوروبية أمريكية التقى فيها قيادات الكونغرس الأمريكي، مجلس الشيوخ ومجلس النواب، التقى الرئيس الأمريكي، التقى وزراء والإدارة الأمريكية، عرض تخوفات الأردن ومصر والعالم العربي وأحرار العالم بشكل عام مما قد يحدث من تغول حقيقة واستفحال في هذه المواقف. وأيضا مصر تقوم بجهد جبار دبلوماسي من خلال الرئيس عبد الفتاح السيسي والدبلوماسية المصرية، فكلانا نسير حقيقة في خطين متوازيين في قضية التنسيق والشراكة والطموحات في المخاوف في كل هذه الأمور على أرض الواقع. طيب، يعني من أكبر المواقف السياسية التي ظهر فيها التنسيق التام بين مصر والأردن فكرة رفض التهجير بشكل تام سواء من مصر أو من الأردن، تأكيدا لحق الشعب الفلسطيني في البقاء في أرضه، وألا تحدث يعني مسألة تهجير أخرى كما حدث في نكبة 48. الآن تتجه الأمور إلى يعني التوصل إلى اتفاق
يعود به أبناء غزة إلى أماكن كثيرة تم تهجيرهم منها، حتى لو لم يتم التوصل اتفاق تام حتى هذه اللحظة، إلى أي مدى ترى ذلك قائما أو قابلا للتنفيذ في الوقت الحالي مع الدمار الشامل الذي حل بغزة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير؟ كيف يمكن أن يتم عقد هذا الاتفاق وتنفيذه في ضوء دمار شامل على الأرض؟ نعم يا سيدتي، يعني لا نستطيع أن نغمض أعيننا بأن هنالك حاجة، وحاجة ملحة كبيرة حقيقة، في إيقاف وقف إطلاق النار كأولوية الأولويات، ومن ثم الحديث في قضايا الإعمار وقضايا كيف يمكن إعادة بناء الإنسان وإعادة بناء المكان، وأيضا البحث في من كان الغالب ومن كان المغلوب. ولكن اليوم الأولوية بالنسبة لمصر، للأردن، لأحرار العالم، لكل الوسطاء، لكل الجهود، هي في قضية وقف إطلاق النار، الوصول إلى هدنة، البحث ما بعد الهدنة في استمراريتها، في خروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من غزة وانسحابهم، عودة النازحين من الشمال إلى الجنوب، تسهيل مهمة دخول المساعدات إلى شمال ووسط وجنوب القطاع، وبالتالي أيضا هنالك حاجة للتخفيف والبحث في قضية إعادة إعمار غزة، ومن سيتولى حقيقة الإدارة فيها، إدارة المعابر أو الإدارة في داخل القطاع. ولا بد أن يقف الجميع أمام مسؤولياته، سواء من الداخل في غزة أو من الخارج، والمجتمع الدولي والمجتمع والعالم الإسلامي والعالم العربي. هنالك من قدم ويقدم حقيقة كل ما يستطيع، رغم ضيق ذات اليد ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة على مصر، على الأردن، ولكنهم ما يقدمونه اليوم حقيقة يحتاج إلى الإسناد، يحتاج أيضا إلى مشاركة عربية، مشاركة دولية في الأمور الدبلوماسية، وأيضا في الأمور الإغاثية والمساعدات الإنسانية، وتخفيف هذه الأعباء عن أشقائنا في قطاع غزة. اليوم نحن نتحدث أيضا يا سيدتي الفاضلة عن أن اليوم التالي للحرب ما بعد الوساطة المصرية القطرية لابد أن يكون واضحا، وأن تتم توزيع الأدوار، ليست أن نتركها هكذا نهبة يعني الهواء ونقول بأنها أقدار وما إلى ذلك. لا، العالم اليوم يتغير، هنالك حسابات، هنالك لابد لكل من له علاقة ومن له أيضا اتصال في هذه القضية أن يقول كلمته، أن يحدد حقيقة وظائفه وواجباته وما له من حقوق. سنحترم سيادة مصر، نريد أن نحترم سيادة الأردن أرضا وجوا وبحرا وما إلى ذلك، ولا نريد أيضا أن ننقل حقيقة كل هذه الأمور لأن نكون كما هي بعض البلدان، ساحات بالوكالة لحروب إقليمية وما إلى ذلك. من أراد حقيقة أن يصعد إلى أي مكان عالم فعليه أن يعلم كيف ينزل عن هذا المكان، لا أن يعني أن يغرقنا جميعا ومن ثم يريد أن يبحث على من ينقذه وينقذنا. اليوم حقيقة العالم مطالب بمسؤولياته، الغزيين الفلسطينيين مطلوبين أيضا ومطالبين بالقيام بمسؤولياتهم بمسؤولية كبيرة، وليست المسؤولية بقضية أن نتضامن أو أن نتكاتف أو أن نعلن عن شجب واستنكار. انظري إلى النموذج الأردني، انظري إلى النموذج المصري، فهما نموذجان متميزان في تقديم هذا الدعم قولا وعملا. شكرا لك سيد مأمون العمري الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من الأردن. ونتحول إلى السيد كمال ريان الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء عبر الهاتف. سيد كمال، يعني وجود شراكة اقتصادية بين مصر والأردن إلى جانب التنسيق السياسي التام بين البلدين، إلى أي مدى يعود بالفائدة فيما يتعلق بعلاقة البلدين ومواقفهما المشتركة؟ الحقيقة طبعا مصر والأردن بتجمعهما علاقات سياسية متميزة على مستوى القيادتين، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي
والملك عبد الله الثاني عاهل الأردن، وأيضا على مستوى الشعبين وعلى مستوى الحكومتين السلطة التنفيذية في البلدين من خلال اللقاءات المستمرة ومن خلال الاتفاقيات المشتركة التي يتم توقيعها في كل انعقاد للجنة العليا المصرية الأردنية. اللجنة العليا المصرية الأردنية من أكثر اللجان المنتظمة في انعقادها ومن أكثر اللجان إنجازا فيما يتعلق بالاتفاقيات بين البلدين. هناك الكثير من أفاق التعاون المشترك بين البلدين، هناك التبادل التجاري هو حاليا 600 مليون دولار، لكن طبعا في اتفاق بين البلدين على مضاعفة هذا التبادل التجاري بين البلدين. هناك اتفاق الربط الكهربائي والتعاون في مجال الكهرباء بين مصر والأردن، هناك الكثير من الاتفاقيات. طبعا هناك التعاون في مجال الصناعة بين البلدين، خاصة مع في ظل النهضة الصناعية اللي بتشهدها مصر والحرص على توطين صناعة محليا وفتح الباب واسعا أمام الاستثمارات المشتركة وأيضا فتح الباب أمام الشركات المصرية للعمل في الأردن. فالحقيقة علاقات متميزة. بالتأكيد طبعا التعاون الاقتصادي يخدم أيضا العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين. طبعا كلنا أيضا نعرف التعاون والتنسيق المشترك بين مصر والأردن على المستوى الإقليمي، خاصة في ظل التحديات اللي بتواجهها المنطقة، المحاولات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين والذي قوبل برفض قاطع من مصر والأردن بتنسيق تام بين البلدين. فالحقيقة الكثير من أفاق التعاون، العلاقات السياسية المتميزة تخدم التعاون الاقتصادي وأيضا التعاون الاقتصادي يخدم العلاقات ويخدم الترابط بين البلدين وبين الشعبين. نعم. طيب يعني يصل حصاد وثائق التعاون على مدار الدورات السابقة لنحو 173 وثيقة تعاون في مختلف المجالات، كيف انعكس ذلك أيضا على العلاقات الاقتصادية إلى جانب السياسي؟ بالحقيقة طبعا فعلا زي ما حضرتك أشرتي، هناك يعني الكثير من اتفاقيات التعاون تتجاوز من اتفاقية 103 على مدى انعقاد اللجان المشتركة بين مصر. هذه الاتفاقيات شملت الكثير من المجالات، سواء مجال التعاون التجاري والتبادل التجاري، مجال التعاون الصناعي والتعاون الاستثماري وتشجيع وتنمية الاستثمارات المشتركة، مجال الربط الكهربائي. كل دي مجالات بالتأكيد تساهم بقوة في ترسيخ الروابط الاقتصادية بين مصر والأردن، يتخدم الشعبين المصري والأردني أيضا. طبعا حتى في مجال العمالة وتنظيم العمالة، كل ده طبعا يعود بالنفع على البطن المصري وعلى الاقتصاد المصري وأيضا الأردني. بالتأكيد طبعا هذه الاتفاقيات على مدى انعقاد الدورات المشتركة اللجان العليا المشتركة بالتأكيد طبعا ساهمت في قوة العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن، وساهمت في هذا التعاون الوثيق اللي بنراه بين مصر والأردن. نعم. طيب كان هناك حديث للكاتب الصحفي من الأردن السيد مأمون العمري عن مرحلة ما بعد إبرام الاتفاقية ووقف إطلاق النار، حتى لو كان الموقف حتى الآن يعني غير واضح والجهود المصرية القطرية حتى الآن لم تكلل بتنفيذ فعلي على أرض الواقع، لكن هناك دائما تفكير في سيناريو ما بعد انتهاء هذه الحرب. كيف يمكن أن يكون لمصر والأردن دورا في إعادة إعمار غزة أو في تنسيق الدور للفلسطيني في غزة بما لا يعرضها مرة أخرى لعدوان إسرائيلي وأخذ ضمانات على الجانب الإسرائيلي في نفس الوقت؟ بالتأكيد طبعا التنسيق المصري الأردني زي ما قلت سواء في المرحلة الحالية أو في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب أو ما يسمى دوليا باليوم التالي للحرب أو يوم التنسيق المصري الأردني حاليا زي ما قلت بيتجلى في يعني صورة كبيرة في الرفض المصري الأردني المشترك لسياسات التهجير اللي كانت بتحاول إسرائيل تفرضها الحقيقة، لكن الموقف المصري الأردني الصلب ساهم في إجهاض محاولات التهجير، ويمكن هي مستمرة حتى الآن لكن أجهضت إلى حد كبير بالموقف الصلب بمصر والأردن. الموقف المصري الأردني أيضا يشمل التنسيق ما بعد الحرب، ويمكن الأولوية لما بعد الحرب هي لحل القضية الفلسطينية بشكل كامل وبشكل دائم من خلال إقامة دولة فلسطينية على حدود 4 من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
على فبالتاكيد طبعا مصر والاردن تستعان بقوه لهذا الحل ما بعد الحرب. بالتاكيد طبعا زي ما حضرتك اشرت هذا التنسيق ايضا يتجلى في اعاده اعمار غزه ما بعد الحرب، وبالتاكيد طبعا مصر والاردن لهم دور كبير لان هم الاقرب للشعب الفلسطيني جغرافيا ويعني حتى الاقرب يعني ايضا للشعب الفلسطيني من ناحيه المعنويه ومن ناحيه الترابط بين الشعب المصري والاردن وبين الشعب الفلسطيني. نعم. فبالتاكيد كل الشركات المصريه والشركات الاردنيه دور كبير في اعاده اعمار غزه بعد الحرب، وبالتاكيد طبعا هذا التنسيق اللي احنا بنشوفه والاتفاقيات المشتركه والتنسيق والترابط الاقتصادي القوي بين مصر والاردن هينعكس ايضا في التعاون بينهما في اعاده اعمار غزه بعد انتهاء الحرب ان شاء الله. نعم، اشكرك سيد كمال ريان الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. وقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأهمية التي توليها مصر لعلاقات التعاون الثنائي مع الأردن بهدف تحقيق المصالح المشتركة وتحقيق طموحات الشعبين. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لرئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة بقصر الاتحادية. وخلال اللقاء أكد الرئيس السيسي أن الأوضاع الحالية تفرض على المجتمع الدولي الاطلاع بمسؤولياته للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق نار في قطاع غزة. كما تناول اللقاء جهود مصر المكثفة للتوصل إلى هدنة شاملة في القطاع وتبادل للأسرى والمحتجزين بما يضمن الإنفاذ الفوري والكامل للمساعدات الإنسانية بشكل مستدام وبلا عوائق، وذلك للحد من المأساة الإنسانية التي يعاني منها أهالي القطاع. وفي هذا الصدد تم التأكيد على الرفض الكامل والتحذير من الآثار الإنسانية الكارثية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية التي تحرم أهالي غزة من شريان الحياة الرئيسي للقطاع وتعطل المنفذ الآمن لخروج الجرحى والمرضى لتلقي العلاج ولدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية. وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حرص مصر والأردن على دورية انعقاد اللجنة العليا المشتركة للبلدين بصفة مستمرة، مشيدا بالعلاقات الثنائية بين البلدين. وشدد مدبولي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني بشر الخصاونة على تمسك البلدين بدعم الشعب الفلسطيني وصولا إلى إقامة دولته على حدود 4 يونيو من عام 67. أولي أن أثني وأشيد بانتظام ودورية انعقاد اللجنة المصرية الأردنية المشتركة، وحرص الجانبين دائما على أن تكون نتائج هذه اللجنة نتائج مثمرة وبناءة وتحقق الاستفادة المشتركة لبلدينا. ولكن يعني اسمحوا لي أن طبعا في البداية أن ألقي الضوء أن انعقاد هذه اللجنة هذه الأيام بتأتي طبعا في على هامش طبعا وفي سياق الأزمة اللي بيمر بيها الإقليم وبتمر بيها المنطقة العربية، وأزمة غير مسبوقة اللي بتحدث في قطاع غزة واللي بتمثل لبلدينا على وجه الأخص طبعا مشكلة كبيرة جدا في ضوء الثوابت السياسية المشتركة واللي بتجمع بلدينا بدعم الكامل لأشقائنا في دولة فلسطين وشعب الفلسطيني، وإيمان دولتينا بضرورة الوصول إلى الحل الشامل والعادل للقضية الفلسطينية والتي بيبنى على تبني إنشاء دولة فلسطين على حدود 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. من جانبه أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة رفض بلاده مجددا أي ظروف يمكن أن تؤدي إلى أي شكل من أشكال التهجير القسري للأشقاء في فلسطين خارج غزة أو خارج الضفة الغربية ما يؤدي إلى الإضرار بالقضية الفلسطينية وتصفيتها. وشدد الخصاونة على أن التوصل إلى حل الدولتين هو الحل الوحيد لإنهاء الصراع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين. تشرفت صباح هذا اليوم بأن نقلت رسالة شفوية من سيدي صاحب الجلالة الهاشمية
الملك عبد الله الثاني بن حسين المعظم إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضمنت إعادة التأكيد على المواقف المشتركة التي يتبناها جلالة الملك وأخيه فخامة الرئيس المتعلقة بالرفض الكامل لإنتاج أي ظروف من شأنها أن تؤدي إلى أي شكل من أشكال التهجير القسري لأشقائنا في فلسطين في الضفة الغربية المحتلة في قطاع غزة إلى أي اتجاه خارج الضفة وخارج غزة وبأي اتجاه، لأن هذا من شأنها أن يؤدي إلى الإضرار بالقضية الفلسطينية وتصفيتها، ومن شأنه أن يشكل حقيقة خرقا ماديا لاتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية، وهو أمر سنتصدى له بالكامل ولن نسمح بحدوثه. وأيضا في سياق العمل المشترك الذي يتولاه جلالة الملك بالتنسيق مع أخيه فخامة الرئيس السيسي والكثير من القادة العرب للتأسيس لوقف لإطلاق النار ولإعادة إنتاج الأفق السياسي غير القابل للعكس المفضي إلى أخذنا إلى مسار واضح ومحدد زمنيا تتجسد من خلاله أو يتجسد من خلاله حل الدولتين الذي يجمع العالم بأسره على أنه الحل الوحيد لهذا الصراع الممتد منذ 70 عاما، وحقيقة الناشئ عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة. وينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور سامح نعمان أستاذ الهندسة وخبير الطاقة. دكتور سامح، خبير الطاقة المتجددة. دكتور سامح، إلى أي مدى هناك تعاون كبير بين مصر والأردن وهناك كثير من الاتفاقيات الخاصة بالطاقة بين البلدين؟ يعني ضعنا في صورة علمية أوضح. تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. هو حضرتك خط الربط الكهربائي اللي بيننا وبين الأردن ده أنشئ سنة 1993، وكانت الطاقة بتاعته 450 ميجا، بدأنا نرفعها لحد 550 ميجا مع الاتفاقية اللي موجودة حاليا إنه هيتعمل خط تاني موازي للخط الأولاني، هيبقى 2 جيجا يعني 2000 ميجا وات، وده هيبقى على التوازي مع الخط القديم، وده هيعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة. واحنا بنلاحظ ان الاستراتيجيات الاتجاه العالمي كله دلوقتي انه يكون خط ربط كهربائي ما بين الدول، وعدم الاعتماد على نقل الوقود الاحفوري من بلد لبلد نتيجه المشاكل والازمات العسكريه زي العالميه زي اللي موجوده في باب المندب او المشاكل الطبيعيه اللي موجوده في قناه بنما. فاذا الدول كلها حتى اوروبا بتعتمد دلوقتي على انها تستورد الطاقه الكهربائيه وليست الطاقه الاحفوريه زي الثلاث خطوط اللي طالعين من مصر الى اوروبا. فبالتالي الاتجاه بالنسبه لمصر مع الاردن بخط ال 2000 ميجا وات ده خط يعتبر استراتيجي، لان الخط ده ممكن يضم معاه فلسطين وسوريا ولبنان والعراق زي الخط الاولاني، وده بيبقى خط ربط كويس يعني بالنسبه لنا مكتب، وبالنسبه للدول الثانيه بدل ما تعتمد على الوقود الاحفوري هيبقى عندها الطاقه على طول كذا. ثانيا يعني الخط ده بيطلع من مصر خلال العقبه كب بحري، وبعد كده بيربط على الاردن، وبعدين بيربط على بقيه الدول اللي هي سوريا ولبنان والعراق. وكان في سنه 93 كان مجهز ان هو يربط مع تركيا. حضرتك كمان ان الامكانيه ان احنا ننقل على الخط ده طاقه متجدده، لان الامكانيات المصريه فيها امكانيات كبيره جدا لانتاج الطاقه المتجدده. يعني احنا لو اخذنا 5% من مساحه جمهوريه مصر العربيه بامكان الامكانيه ان احنا ننتج 50 جيجا وات طاقه، يعني 50,000 ميجا وات نقدر نصدرهم الى الخارج. فاذا الامكانيات موجوده كبيئه، ولكن هي محتاجه امكانيات ماديه. ويفضل ان المشاريع الاستراتيجيه اللي بتنقل الكهرباء الى الدول الخارجيه تكون خاصه بوزاره الكهرباء وليست شركات خاصه او قطاعات خاصه او شركات اجنبيه، لان العقد كله والتاثير لازم يكون الى وزاره الكهرباء وليس للشركات. نعم. طيب، الى اي مدى هذا يحقق التنميه المستدامه للبلدين؟ واذا ممكن انك تشرح لنا
تعريف التنمية المستدامة بشكل مبسط للمشاهدين. حضرتك التنمية المستدامة معناها ان انا بستخدم الحاجة اللي في ايدي الى اكبر فترة زمنية ممكنة بدون اي مشاكل او عقبات جانبية. بالتالي انا لما بستخدم الطاقة المتجددة، الطاقة المتجددة تعتمد على الهواء والشمس، والهواء والشمس دول مستدامين مدى الحياة لان هما دول انتاجية ربنا. انما لما بعتمد على الوقود الاحفوري، الوقود الاحفوري في نقله او في وجوده او في استمراريته فهو غير مستدام، فبالتالي بتبقى عنده مشاكل، وهو ده الفرق بين الحاجه المستدامه والحاجه الغير مستدامه. نعم، طيب الى اي مدى يمكن ايضا الاستفاده من خبره مصر والاردن في مجال الطاقه في مرحله اعاده اعمار غزه، والى اي مدى هناك فرص من ناحية توافر الطاقة في غزة بعد كل ما حدث فيها من دمار خلال هذه الحرب؟ حضرتك بالنسبة للخبرة داخل جمهورية مصر العربية، هي أكبر دولة موجودة في الشرق الأوسط عندها خبرة طاقة جديدة متجددة نتيجة المشاريع اللي تم تنفيذها من 2014، وده ظهر من 2014 و 2020 نحن وصلنا للشبكة 22%، وهنوصل إن شاء الله قبل 2030 الى اكثر من 42%، فالخبره متوفره وموجوده بكثره داخل جمهوريه مصر. اما بالنسبه لاعمار غزه فان الخط ده اللي احنا بنتعمل اللي هو ال 2000 ميجا او بالاضافه للخط ال 550 ميجا ده ممكن يربط على فلسطين وممكن يربط على غزه، وبالتالي في الوقت ده هيبقى بيغذي كهرباء لمنطقه غزه بالكامل او فلسطين بالكامل من خلال هذه الشبكه حتى تتم انشاء محطات طاقه كهربائيه داخل غزه، فبالتالي الكهرباء داخل غزه هتكون متوفره من خلال الخطوط او خط الربط بين مصر والاردن اللي هو بيتعمل، والقديم اللي موجود اللي اتعمل من سنه 93. نعم، طيب فيما يتعلق ب استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور بشري الخصونة رئيس الوزراء ووزير الدفاع بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس الوزراء الأردني حرص في مستهل المقابلة على نقل تحيات وتقدير الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن إلى السيد الرئيس، وهو ما ثمنه سيادته، مؤكدا الاعتزاز بالعلاقة الخاصة والتاريخية التي تجمع بين شعبي وقيادتي البلدين، ومشيرا إلى الأهمية التي توليها مصر لعلاقات التعاون الثنائي بهدف تحقيق المصالح المشتركة وتحقيق طموحات الشعبين الشقيقين في تحقيق التنمية الشاملة، لا سيما في ضوء الانعقاد الجاري بالقاهرة للدورة 32 من اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء الدولتين. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول أيضا الأوضاع في قطاع غزة التي تمر بمرحلة غاية في الدقة في ضوء الجهود المضنية للتوصل إلى هدنة شاملة في القطاع وتبادل للأسرى والمحتجزين، بما يضمن الإنفاذ الفوري والكامل للمساعدات الإنسانية بشكل مستدام وبلا عوائق للحد من المأساة الإنسانية التي يعاني منها أهالي القطاع، حيث تم في هذا الصدد تأكيد الرفض الكامل والتحذير من الآثار الإنسانية الكارثية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية التي تحرم أهالي غزة من شريان الحياة الرئيسي للقطاع وتعطل المنفذ الآمن لخروج الجرحى والمرضى لتلقي العلاج ولدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية. وفي هذا الصدد تم تأكيد أن الأوضاع الحالية تفرض على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته للتوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار مع المضي قدما بجدية وفاعلية في إنفاذ الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 4 من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يحقق العدل والأمن والاستقرار الإقليمي ويفتح آفاق التنمية لجميع شعوب المنطقة.
إذا مشاهدينا كان هذا لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس الوزراء الأردني، والذي أكد خلاله الأهمية التي توليها مصر لعلاقات التعاون الثنائي مع الأردن بهدف تحقيق المصالح المشتركة وتحقيق طموحات الشعبين. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لرئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة بقصر الاتحادية. وخلال اللقاء أكد الرئيس السيسي أن الأوضاع الحالية تفرض على المجتمع الدولي الاطلاع بمسؤولياته للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة. وتناول اللقاء أيضا جهود مصر المكثفة للتوصل إلى هدنة شاملة في القطاع وتبادل للأسرى والمحتجزين، بما يضمن الإنفاذ الفوري والكامل للمساعدات الإنسانية بشكل مستدام وبلا عوائق، وذلك للحد من المأساة الإنسانية التي يعاني منها أهالي القطاع. انتهت تغطيتنا لهذا اللقاء بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، والتغطية مستمرة معكم على مدار الساعة. على رأس الساعة نشرة مفصلة، موجز أخبار الساعة، وفترة إخبارية وتغطية جديدة على شاشة النيل للأخبار.